على مستوى الإقليم، وهذا أمر سيفرح كذلك حتى الأطر الصحية، لأنك تشجعنا كثير باش نزيدوا نقدموا تضحيات أكثر. وبهذه المناسبة كافة الأطر الصحية اللي مجندة من أجل الكشف والتكفل بالحالات على مستوى الإقليم العرائش. وبهذه المناسبة كذلك كنشكر جميع المؤسسات والممثلين ديال المؤسسات ديال الدولة اللي كيسهروا معنا جميعا على تنفيذ المخطط الإقليمي لمكافحة مرض كوفيد 19، على رأسهم السيد عامل الإقليم، وطبيعة الحال مجموعة من المؤسسات كالوقاية المدنية، الدرك الملكي، جيش فريق الأطر الصحية ديال الجيش الملكي، اللي كيساندوا الأطر ديال الصحة على جميع الأصعدة على جميع المستويات من أجل ضبط الحالة الوبائية والتحكم فيها على مستوى الإقليم. والحمد لله كما راكم تتبعوا راه الحالة الوبائية يعني مسيطر عليها على مستوى الإقليم. اللي كنطلبوا هو أن الساكنة تمتثل الحجر الصحي وتفادى الخروج لغير الضرورة القصوى. يعني كنطلب من المواطنين والمواطنات باش يلتزموا البيوت ديالهم وما يخرجوا إلا للضرورة القصوى. ثانيا المسائل ديال النظافة راه هي كتبقى أساسية، وخاصة غسل اليدين كتبقى من بين المسائل اللي هي أساسية، وكذلك وضع الكمامات اللي هي راه هي دابا إجبارية. كنطلب من المواطنين باش يمتثلوا لهذا الأمر هذا وباش يحافظوا على الصحة ديالهم ويحافظوا على الصحة ديال المواطنين الآخرين، وباش نساهموا جميع في التغلب على هذا الوباء. بالمناسبة نشكر كذلك الإخوان ديال الإعلام اللي خاصة أنهم فهموا الوضعية الوبائية اللي كتعيشها البلاد، وكيساهموا بواحد الشكل كبير سواء في الجانب التوعوي اللي خاص بالمرض، خاصة المسائل ديال الوقاية، وكذلك حتى انهم توصلوا المعلومات اللي هي صحيحه من المصادر ديالها اللي هي رسميه، باش تكون واحد الطمانينه ويكون واحد المعلومات صحيحه اللي عند المواطنين. والدليل هو التواجد ديالكم معنا في كل لحظه كان كيكون شي حدث اللي هو مهم كتكونوا معنا. كنشكركم بهذه المناسبه.